السلام عليكم ورحمة الله. راجت على عدد من المواقع التواصل الاجتماعي صوره على حساب انستغرام للفنان الشعبي حجيب وهو ما تم تفسيره على انه يقوم بالامضاء في كتاب عقد القران لكن الفنان الشعبي حجيب لم ينفي زواجه على صفحته الخاصه التي وضعت عليها الصوره وقد طرح جمهور حجيب عده تساؤلات حول من تكون الحسناء التي تزوجها وهل فعلا ان الفنان الشعبي قد دخل القفص الذهبي لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد وان اعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاعجاب